المشهد رقم 14، المشهد رقم 14 حمزة علي بربوش. عائشة عبد الحفيظ أبو عائشة اسمه مراح السوبر، الأب العملاق، الأم خطيبية، إنتاج مراح. مراح بن سويد، مراح بن سويد المالك الضخم بن سويد. مراح التنين حولي العمر 35 يوم. وكان هذا المعرض على مستوى معظم المدن الليبية تم الاشتراك فيها، وهذه السلالات تعتبر من السلالات الفاخرة على مستوى ليبيا، وتصل هذه السلالات أسعارها من 1000 دينار إلى 100,000 و 150,000، بحيث أنها من السلالات الفاخرة على مستوى العالم. وتعتبر هذه السلالات المميزة فيها هي الشكل والجمال والضخامة والحجم، وهي تم تهجينها من عدة سلالات ليبية فاخرة ومن سلالات أخرى، منها الخرطومي ومنها الزغاوي ومنها الأودا.